ايه الفرق ما بين خبير الخدع السينمائية وبين الميك اب ارتست؟ وهل الميك اب ارتست يقدر يكون خبير خدع سينمائية والعكس؟ الاثنين يقدروا يعملوا ده، بس اللي بيتطلب مجهود اكبر السبيشال افكت، لان احنا شغلنا فيه انواع ماتيريال اكتر وشغل اكتر وديتيلز اكتر، ماسكات، جروح، كدمات، وكل حاجه بتتعمل بشكل معين وديتيلز معينه، بحيث ان هي ما تبقاش اوفر، يعني لكل مقام المقال. طيب يعني انت مثلا بتبقى في شغل معين او في عمل معين مطلوب منك انك تعمل شكل، انت اصلا الفكره بتاعت الشكل ده بتجيلك ازاي؟ يعني حد بيقولك عايز تعويضه في وشه، فانت بتتخيلها ازاي؟ احنا عامه اي حاجه في جروح بالذات او كدمات لازم بنلجا للطب. تمام. في حاجات فيها طب بحت، كدمات وجروح بالذات، لو في حاجه مثلا بنعرف اثرها ايه او سببها ايه، يعني واحد بيتضرب بسكينه غير لما يكون اتضرب مثلا بقطر. يعني انت بتشوف الخبطه نفسها تاثيرها بيبقى عامل ازاي وبناء عليه تعمل الشكل بقى خارجيا وداخليا كمان، يعني في حاجات بتوصل لجوه اللحم وبتبقى عميقه شويه. يعني بتعوره ولا بتعمل لا 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 بتبقى الديتيلز من جوه مختلفه. يعني بالميك اب بتبين ان كان اللحم نفسه هو اللي باين بالظبط، طب الديتيلز من بره غير دي حاجه جامده قوي.